بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا، موضوعنا اليوم عن الحبوب التي تظهر على الفم أو داخله، وخاصة التي تظهر على اللسان، والموضوع جاء تلبية لطلب من بعض حبيبنا المشتركين. الحبوب التي تظهر على الفم أو داخله تنتج عادة عن إصابات أو حساسية وحتى التهابات، وتسبب لنا صعوبة في البلع والكلام ومشاكل صحية عديدة. وقد تسبب هذه الحبوب الحكة والجفاف والأوجاع في المناطق التي تظهر فيها، وهي شائعة إلى حد كبير ويمكن علاجها منزليا، وبنفس الوقت تعتبر جهاز إنذار. فالحبوب والنتوءات التي يزداد نموها على اللسان ولا تختفي فقد يشير ذلك إلى وجود حالة مرضية خطيرة. فما هي أسباب ظهورها على الفم أو داخله وخاصة على اللسان؟ وما هي أعراضها؟ وسنتعرف على طرق الوقاية منها وكيف نعالجها منزليا، وهل هناك دواعي لمراجعة الطبيب؟ أولا، أسباب ظهور حبوب اللسان. من بين الأسباب، 1- التدخين. يعد التدخين من أكثر الأسباب المؤدية لظهور حبوب اللسان الحمراء، بحيث تنتشر على اللسان أو بالقرب منه ويكون لونها أبيض. 2- تهيج اللسان. يتهيج اللسان نتيجة لتناول بعض الأطعمة كالتوابل والطعام الساخن أو المالح أو الحامض. 3- استخدام غسول الفم غير المناسب. تحتوي بعض غسولات الفم على مواد كيميائية قوية تساهم في ظهور حبوب اللسان. 4- الأورام الليفية. تظهر الأورام الليفية الحميدة على اللسان نتيجة إصابة أو عضة. 5- اضطراب الجهاز الهضمي. تظهر الحبوب نتيجة للإصابة باضطرابات الهضم أو تشنج القولون أو النفخة. 6- الحالة النفسية. التعرض للضغوطات والقلق والخوف يسبب في كثير من الأحيان إلى ظهور الحبوب في الوجه، كما تظهر أيضا على اللسان. 7- فقر الدم. عندما ينخفض عدد كريات الدم الحمراء الصحيحة إلى مستوى معين يحدث فقر الدم، وتصبح الكريات غير قادرة على توصيل الأكسجين إلى مختلف أعضاء الجسم بالشكل المطلوب، وقد تظهر حبوب اللسان نتيجة الإصابة بفقر الدم. 8- جدري الماء أو جدري الماء. يمكن للجدري أن يصيب الإنسان في مختلف مراحل عمره، إلا أنه ينتشر عند الأطفال، حيث تظهر حبوب حمراء في مختلف أنحاء الجسم بما في ذلك الفم، وتحتوي هذه الحبوب على مادة سائلة وترافقها حكة شديدة. 9- التهاب براعم التذوق. إن إهمال تنظيف الفم بشكل عام واللسان بشكل خاص يؤدي إلى التهاب وتهيج براعم التذوق وظهور حبوب مؤلمة. 10- الحساسية تجاه الغذاء. ينتشر هذا النوع من الحساسية بكثرة عند الأطفال، وتحدث بسبب تفاعل الجهاز المناعي بطريقة غير طبيعية اتجاه بعض أنواع الشراب أو الطعام. 11- الحساسية من الأدوية. قد يصيب هذا النوع من الحساسية الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي أو الجلد، وتحدث نتيجة لتناول بعض الأدوية أو المخدرات. 12- التهاب الفم. يسبب التهاب الفم الفيروسي ظهور الحبوب والتقرحات في الفم بما في ذلك اللسان، ويرافق هذه الحبوب الشعور بالألم وعدم القدرة على تناول الطعام وفقدان الراحة. فما هي أعراض حبوب اللسان؟ يصاحب ظهور هذه الحبوب على اللسان مجموعة من الأعراض والعلامات، من أبرزها إصابة المريض بالحمى، وأيضا الشعور بألم عند تناول الطعام، إضافة إلى صعوبة في بلعه والإحساس بأن الطعام المتناول أصبح ملتصقا بالحلق. الوقاية من حبوب اللسان. طبعا هناك طرق للوقاية من حبوب اللسان، وهي المحافظة على نظافة الفم والأسنان، وخاصة بعد تناول الحلويات والسكريات، وتجنب استخدام مستحضرات غسول الفم، ثم التوقف عن التدخين
ومعالجة الأمراض المسببة لظهور الحبوب والفطريات في الفم، والحرص على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين B12 وتقليل الحليب لأنه يزيد نشاط الفطريات المسببة لظهور الحبوب. وأما علاج حبوب اللسان، بالنسبة لعلاج هذه الحبوب والقضاء عليها يتم من خلال استخدام مجموعة من المواد وتحديداً الطبيعية بالشكل التالي: تنظيف الفم. أولاً يجب تنظيف الفم من خلال المضمضة باستخدام محلول ملحي ويحتوي على ملح وماء أو ملح وليمون أو بماء الأكسجين أو باستخدام السواك. أيضاً العسل، بحيث يتم وضعه على اللسان أكثر من مرة يومياً. أيضاً طحينة السمسم، الطحينة، تدهن طحينة السمسم كالعسل على اللسان أكثر من مرة يومياً، ويفضل أن يكون ذلك صباحاً ومساءً قبل النوم. أيضاً القرنفل، ويتم ذلك من خلال وضعه في كمية من الماء وغليه، ومن ثم التمضمض به جيداً أكثر من مرة يومياً. طبعاً إحدى هؤلاء. أيضاً الميرامية، من خلال غليها في الماء ومن ثم التمضمض بها أو إضافتها للشاي مثلاً وتناولها. أيضاً مطحون الخزامة، من خلال وضع كمية منه في الماء ومن ثم التمضمض به جيداً. أيضاً القرفة، بحيث يتم طحنها وإضافتها إلى الماء وغليها ومن ثم نتناولها. أيضاً السنمكي، وتحديداً المطحون، يتم غليه مع كمية من الماء، ويفضل صباحاً قبل تناول أي شيء وقبل التوجه للنوم. أيضاً الخل والليمون، أيضاً التمضمض بالمزيج جيداً. أيضاً اللبن الرائب، من خلال وضع كمية منه على اللسان أو شربه. طبعاً يمكن استخدام إحدى المواد الطبيعية اللي ذكرناها. والآن ما هي دواعي مراجعة الطبيب؟ يستحسن ويفضل مراجعة الطبيب في الحالات الآتية: تعتبر حبوب الفم واللسان أمراً طبيعياً إلا إذا استمر ظهور الأعراض المرافقة لحبوب اللسان لمدة تزيد عن أسبوع، وإذا طال بقاؤها لأكثر من 15 يوم، وفي حال ظهورها على شكل كتل يجب استشارة الطبيب المختص حتى وإن لم يرافقها أي شعور بالألم، فقد يكون ذلك مؤشراً على وجود سرطان الفم. أيضاً الحبوب والنتوءات التي يزداد نموها على اللسان ولا تختفي، فقد يشير ذلك إلى وجود حالة مرضية خطيرة. وأيضا المعاناة من حبوب اللسان المؤلمة التي تعاود الظهور بشكل مستمر وإن اختفت بأقل من أسبوع، ويبقى الحرص على استشارة الطبيب ضروري من أجل الوقاية. نتمنى للجميع دوام الصحة والطمأنينة، ومثل العادة بننتظر رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع، وإذا في أي استفسار أو سؤال أو اقتراح يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله. نشكركم جميعا المشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا. نرحب بزوارنا الجدد اللي عم بشوفونا أول مرة. إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا، الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. كما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.